هنا كانت تقبع قوات النظام، كتبوا أسماءهم وصفاتهم على الجدران قبل أن تتقدم إليهم قوات جيش الفتح والقوات المؤازرة لها وتحرر مناشر منيان التي نحن متواجدون الآن بها من أيدي هذه القوات وأيدي الميليشيات الطائفية التي كانت تسيطر عليها. بدأ العمل في التمهيد الثقيل الآلي بالدبابات والرشاشات المتوسطة والخفيفة، من ثم أرسلنا سيارة مفخخة ضربت المعمل الكرتون فضل الله كما ترى، ومن ثم بدأ مجموعات الانغماس في الدبابات والانغماسيين دخلوا بفضل الله سبحانه وتعالى مشطوا المكان وقتلوا ما قتلوا وأسروا ما أسروا بفضل الله سبحانه وتعالى. والآن العمل مستمر بإذن الله، هذا اليوم الثاني إن شاء الله، نبدأ إن شاء الله بتمهيد إن شاء الله بعد ساعات إن شاء الله قليلة. نعم أخي، منذ البداية النظام بدأ يروج ويعلن على شاشاته هو وروسيا وإيران أن حلب هي الحصن المنيع وهي السد الواقف أمام المجاهدين أو أمام جيش الفتح، ولكن الحمد لله هذا التحدي هو خاسر به تماما. والأخوة بساعات قليلة تم تحرير عدة نقاط، ومنها الآن موجودين نحن في حاجز الكرتون والمناشر وغيرها تم تحريرها بعدة ساعات. فبعد تقدم المجاهدين الحمد لله رب العالمين على بعض المناطق، فقد تم هؤلاء الروافض بأنهم قد استرجعوا بعض المناطق، وإن دل على هذا فشلهم فقد قاموا بقطع وسائل الاتصال الداخلية في المدينة، فحتى لا ينقل الأخبار إلى الروافض الذين بعدهم بأننا هزمنا وكسرنا في هذه المعركة، فنقول لهم ابشروا فإن القادمة أدهى ومر بإذن الله عز وجل، ما هي إلا ساعات قليلة وسيرى الله منا ما نصنع بكم. إذن في اليوم الثاني من بدء معركة تحرير حلب أو فك الحصار عن أهالي حلب، نشاهد الآن يستعد المجاهدون لدخول مدينة حلب والتقدم لتحرير المزيد من المناطق بعد أن تمكنوا من تحرير مناطق شاسعة في أول يوم من أيام المعركة. بدأت الآن قوات جيش الفتح والفصائل المؤازرة لها بالتوجه إلى النقاط التي تسيطر عليها الميليشيات الطائفية لتحريرها من أيدي هذه الميليشيات. محمد فيصل، أورينت نيوز، مناشر منيان المحررة.